اليوم نتكلموا على جوج ديال الاكتشافات عندهم اهميه كبيره وتم النشر ديالهم في مجله نيتشر استرونومي من احسن المجلات على المستوى العالمي في من ناحيه ديال التصنيف ديال المجله فالاكتشافين هم علاقه على عندهم علاقه مع لو دومين ديال لي زيكزوبلانيت ديال الكواكب الموجوده خارج المجموعه الشمسيه واللي دابا العدد ديال الاكتشافات ديال هذه الكواكب فات 5000 كوكب ولكن من وقت لاخر تيكون شي اكتشافات عندها اهميه اكثر من الاخرين هذا الشيء اللي بغينا نتكلموا عليه اليوم هو الاكتشاف الاول اللي, اللي تم الاعلان عليه نهار 14 ماي فكيتعلق يتعلق باكتشاف ديال واحد الكوكب اللي السمكه ديالو قليله جدا فريده من نوعها باش نعطيكم نظره على هذا السمكه هي مقياس 0.05 غرام في سنتيمتر مكعب يعني كتساوي السمكه ديال هذاك الحلو القطنيه اللي كنسميوها بالفرنسويه البابا بابا خفيفه جدا فاذا تصوروا واحد الكوكب اللي هو بالحجم ديال جوبيتر المشتري كبير جدا كيف تتعرفوا جي بي راه الحجم ديالو هو 10% من الحجم ديال الشمس يعني كبير جدا ولكن خفيف جدا ومجاورات ديال نجم, نجم اللي بحال الشمس يعني ليطوال طوال ميغ ولا النجم الاساسي ديال هذا الكوكب فهو كيشبه الشمس ولكن والكوكب الحجم ديالو اكبر من المشتري الدياميتر ديالو 1.5 ديال القطر ديال المشتري ولكن السمكه ديالو قليله جدا فهذا كان فريد من نوعه هذا على فهاد ال 5000 الاكتشافات اللي كاين هو اول اول اكتشاف من النوع إذن هذا النوع اذا فلهذا كان السبق وكانت الاهميه ديال هذا الاكتشاف باش احنا اللي كيهمنا كذلك طبيعة الحال دابا هذه الاكتشافات من هذا النوع تيشاركوا فيها عدة مراصد وكتم الرصد عدة تلسكوبات لا اللي موجودة في الأرض ولا اللي في الفضاء ولكن هذا عنده أهمية خاصة بالنسبة لنا مادام أنه البحث كان جرا في اطار ديال واحد في جامعه القضيات في مختبر الطاقه العليا وعلم فلك في كليه العلوم السملاليه من طرف باحث مغربي سميتو خالد بركاوي اللي هو اوتور يعني المؤلف الرئيسي ديال هذا المقال فلهذا تنفتخر به كمجموعه بحث وكما غريبه كذلك لانه غادي يبقى مسجل في التاريخ بانه المغربي هو كان يعني الباحث الرسمي في هذا الاكتشاف اللي فريد من نوعه فوالا الوغ كاين الاكتشاف الثاني يمكن ندوزو مباشرة و يعني الصدف ديال التاريخ جاءنا ان الاكتشافات جاو متابعين بيوم فرق بيناتهم بطبيعة الحال لي ولا الابحاث راه طويلة ولكن النشر ديالهم كان بيناته 24 ساعة فالاكتشاف الثاني تم نشره يوم 15 يعني البارحة ماي وكيتعلق بكوكب كذلك خارج المجموعة الشمسية اللي هاد المرة هاد الكوكب هذا تيدور حول واحد النجم قزم ماشي بحال الشمس وهذا هذا دابا الاهميه ديالو ثاني اكتشاف من هذا النوع والاول كان كذلك احنا كمغرب مشاركين فيه فكان سميتو ترابيست اه معروف جدا كان تنشر في مجله نيتشر وهذا ثاني اكتشاف في هذا من هذا الصدد والأهمية ديالو كتكمن في, في انه هذا الكوكب هذا شبيه بالارض فهو من الصنف ديال يعني من ناحيه الحجم ومن ناحيه السمكه فهو بحال الارض واذا هذه اهميه كبيره بطبيعه الحال لان نعم ما كوكب بحال الارض كنخمو مباشره في امكانيه وجود الحياه في هذا الكوكب فهذا دونك تكتسي اهميه كبرى لانه بحال الارض ومرشح يمكن يكون ان في الغلاف الجوي ديالو يكونوا ل... كنسميهم لي بيو يعني ل... الجزيئات اللي تيمكن ي... يدلوا على وجود إمكانية الحياه في هذا الكواكب فاذا هذا مهم كذلك وحصلنا حنا الشرف كنرصدوا كيمدا اننا شاركنا في لي يعني في في التقاط المعطيات ديال هذه الكواكب شكرا هيسبريس على الاستضافه فيما يخص الاكتشاف الذي تم إعلانه عنه يوم الثلاثاء هو عبارة عن اكتشاف كوكب غازي دو كثافة منخفضة يدور حول نجم شبيه بالشمس هذا النظام يقع على بعد ألف ومئتان سنة ضوئية حجم هذا الكوكب يساوي واحد فاصلة خمسة حجم المشتري وكتلته تقريبا 0.14 من كتلة المشتري اي تقريبا سبع مرات اقل من كتلة المشتري والنتيجه ان الكثافه صغيره جدا جدا الى اليوم تم اكتشاف تقريبا 5600 كوكبا خارج المجموعه الشمسيه وهذا الكوكب يعتبر ثاني اخف كوكب تم اكتشافه وباستعمال النماذج الفيزيائيه الموجوده الى الان لم نستطع شرح او تفسير تشكل هذا النظام هذا النظام تم رصده باستعمال مشروع واسب مشروع واسب هذا هو مشروع متخصص باكتشاف الكواكب الغازيه التي تدور حول النجوم الشبيهه بالشمس. وبعد ذلك تم رصده باستعمال التلسكوبات في تشيلي لقياس الخصائص الفيزيائيه لهذا الكوكب ولفهم او تفسير تشكل هذا النظام او هذا الكوكب يجب رصد هذا النظام باستعمال التلسكوب الفضائي جيمس ويب لدراسة خصائص الغلاف الجوي لهذا الكوكب ما تنساش في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس